عسلامة. عسلامة أختي. تبا؟ الحمد لله عايزك. احنا توا في وسط مدينة العربي. جينا الحانوت تبيع نحاس، عجبنا هكا الديكور والكل، قلنا ندخلوا نسألوا نتعرفوا شوية على المهنة هذية، زاد نتعرفوا شوية على الماتير اللي قاعدين تخدموا بها. احكي لي شوية عن النحاس. والله يا سي عسلامة. عسلامة. نحن في نهج جامعة الزيتونة. بحضر روبير، معناها بون روبير، نحن بحضر رستورون علي. سبيسياليتي نتاعنا نحن انا نخدم نحاس، معناها نخدم نحاس المقتولي ونحاس المنقوش، وعملنا معناها كيما نقولوا توش مودرن عربي، وفما توش مودرن معناها دخلنا عملنا كاشبوتي مثلا، عملنا كراف دي بوات شوكولا مثلا، حاجات من نحطوا فيهم الحلو حاجه. شنو هو طار هذا؟ حاجات نتاع ديكوراسيون اخرى. والله لي بوجي مثلا، هذا اللي قلت لك، معناها دخلنا توش موديل، معناها تو هذا مثلا خدمه اجوري الاما مارتولي، تنجم مثلا ديكوراسيون والا كادوات والا حاجه، فهمت؟ نخدموا زيد ستيل لي ميروار العربي هكايا بالتطريق نتاعهم، وحاجه موديل معناها فران ولا ريكتانجولير. فما زيدا مثلا ريتسيت مثلا نتاع قهوه ولا نتاع تي زيدا، ونعملوا زيدا مع الحاجه العربي نتاعنا مثلا كزليبي نتاع سيدي بوسعيد، كل النقشه العربي نتاعنا، فهمت؟ فما زيدا سبيريتيرا، فما برشا حاجات معناها في العربي. احكي لي شويه تاريخ النحاس حسب ما تعرف، من الاول كيفاش كنا نستعملوا فيه النحاس؟ والله النحاس كان كيما نقولوا نحنا، كان في كل دار فيها نحاس، العروسه ما تخرج كان بالنحاس نتاعها، يسميوها نحنا العالم تاع العروسه، فهمني؟ اللي فيها تناجر وفيها القصاع وفيها الحاجات هذوك والمهراس والسرابس والواحد. بالمده كيما نقولوا نحنا نقص، جاي سارتامومون نقص، معني ما عادش فما معني حتى نحاس ما عادش ياخذوا معون كيما قبل كامل، ولات حاجات قليله ياخذوا للزينه بور لا فورم، معني نقولوا نحنا توا رجعوا. شنو هي المشكله الوحيده توا اللي نحنا معني كأنا كفابريكون مثلا، اللي هي النحاس البروت معني اللي نخدموا به نحنا، كسوا الماتير اللي هو معني ديما يتفقد، وديما الكوتا نتاعو طلعت النحاس، والنحاس ماتير نوبل معني بعد الفضه وبعد الذهب، بعد الذهب والفضه تلقى النحاس معني يخدموا مطلوب مونديال، الكوتا نتاعو طلع، الكيلو نتاعو طلع، معناها وصل توا في 60 كيلك معناها الكيلو نتاعو، اللي هو كان في ال 27 في 30، فهمت؟ وفما معناها امكانيه يزيد يغلى النحاس، فهمت؟ هذيك توا المشكله نتاعنا نحن في النحاس، ديما مقطوع النحاس والا ديما يزيدونا في السوم نتاعو، فهمت؟ اوتوماتيكمون كي مش يزيد الكيلو نحاس القطعه مش تزيد. قطعة كانت كيما نقولوا تخرج فيني من عندي انا اكزامبل 10000 وليت بقاص، الكليون ما يفهمش الفازا غليت. ابار سا ماني راجع العباد للنحاس، حتى كيما نقولوا ريت قلت لك المقافل والكراون هذوكم رجعوا للنحاس فيهم. سيرفيس التاي يقول لك العروسه تو تخرج بالصاله الحمام، والسيت تبدا قهوه وسيت تاي وكلمثارد يحطوا فيهم الحلو، فهمت؟ حسيلو بارسا كيما قلت لك فما القبيل من الكليون زيد يستغل شويه الحاجه، فهمت؟ وحسب ما شفت توا يعني حوانت النحاس قليله قليله شويه، يعني انت ما ركزتش قليله، نحكي في تونس الكل. لا رجع نحاس بالقدا بالقدا، مي قلت لك المشكله فيه الغلاية، علاش الصوم نتاعو هو طالع معني، فهمت؟ ابار سا معني فما قبيل معني كليونيه طالبين طالبين نحاس، طالبين الواحد كا تو. فما دي توريست يتعداو ديما من هنا ويجيو ويحبوا الحاجات هذوما ويجيو يقفوا ويشوفوا، اسكو يشريو ولا يتفرجوا؟ والله تو سا ديبون تو التوريست، فما دي كاليتي فيهم، فهمت؟ تو مثلا فما نحكيو مثلا الكلاسيك نتاعنا معناها الالمان كيما نقولوا الانجليز الفرنسيز يحبوا النحاس، مي ما يحبوش النحاس كيما نقولوا نحنا كيفنا نحنا تناجر ودرشني، هما يحبوا مثلا طبق سيزلي يبدا باليد منقوش براد فازه هكايا، فهمت؟ سيت نتاع قهوه ززوه نقولوا نحنا، فهمت؟ مش كيفنا نحنا معناها يعمروا، يحبوا زاد لي تابلو الفازات المخدومين مانويل، يعرفوا معناها قيمه الحاجه، فهمت؟ التوانسه زاد يعرفوا اللي والله هي توينسا معني كيما نقولوا لباسة، هما نتاعنا كلمة لباسة مش تحويج معني لباسة، عندنا معني توينسا تفهم وكذا، في كل دومين تلقى عبيد تفهمك عبيد لي، مي كتفسر له انت وتقول له ساعات يدخل لك اليوم يقول لك شنو هذا نحاس يا اخي، هو وحديد هذا المنيوم، فهمت؟ وهو نحاس خاطر اغلي
لي بيسور نتاعو نقصنا فيه، مش نحنا نلقاو ربحنا وميم طون الكليون يلقى روحه معناه مش يشري، معناه لا انا تولي لي قطعه كيما نقولوا مش خفيفه شويه، في حاجات فما حاجات هذوما نورمال، مي لي بلاتو والبريرد والفازيت لازمهم يتعملوا رزان، معناه خاطر هذوكم حاجه مش تستعملهم، مي هذه مش تحط فيها شويه بندق، مش تحط معناه عادي مش تحط كا كي يجي هو يشريو التوانسه اكثر حاجه يلوجوا عليها ولا يشريوها مثلا كيما نقولوا ديما السلعه اللي تخرج مثلا على رمضان على مقرب رمضان وكل شيء تو طالبين برشا السيت نتاع القهوه كيما نقولوا نحن السيت التاي الاخضر اللي الحاجات نتاع الحلو ما تعرف نحن مخميخه بعد بعد سقان الفتره اللي بوا شوكولا مثلا هو تتسمى بوا شوكولا مي تتحط فيها تحب انت المثارد هذوكم الصغار ولا الاكبر شويه نتاع الحلو يعني فما قبيل عن نحاس بالكدا وتوا كيما قلت لك بريود رمضان يطلبوا برشا تناجر وكالفازات وحصير انتم توا بما انه قلت لي احنا عندنا تولي كامل والكل اكيد فما معناها شويه صعوبه شويه هكا مشكل تحكيوا عليها تحبوا مثلا ميساج تحبوا توصلوه والكل تحبوا والله شو نقول لك انا ديما المشكله الوحيده هي معناها اللولانيه نقولوا احنا مش الوحيده اللولانيه هي النحاس النحاس قلت لك ديما يتقطع علينا فهمتني تبدا مثلا تلقى اشكاليه مش تاخذ كوموند ساعات ولا حاجه ولا تعطي كلمه تمشي مش تاخذ خاطر احنا نحاس شنية مش نحاس معني تاخذوا هكا حاضر هو اوراق معني هو دي 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 ديسكويت معني ونحن نخدموهم فهمتني ابار سا معني يعني قلت لك هذيك الالوان تو مثلا نشوف روزي نشوف في الدوغي نشوف في الفضه نحاس توا شنية على باز النحاس هو الغوزي هو نحاس على باز الاصفر هو زاد في تونس نحاس مي هو سيد ليتان هو ميلونج ما بين فهمت والابيض هذا اللي تشوف فيه هو فما كوش بروتكسيون هي نيكلاج اللي هو كويفر نيكلي هذا يتسمى نحاس ومغطس في النيكل القضم الزمنيه نتاعي يقول لك نيكل هذا هو موجود هذا النيكل معناه من لي 60 من لي زاني هكاك فهمت النيكل هو احسن حاجه هو النيكل علاش النيكل لا يعمل اكسيداسيون لا يتبدل الكولور نتاعو اون بلوس يتغسل بالماء نحكي وسط اسرت مومو معني اسرت طوم بعد فما نعملوا له اونتريتيان معني حكايه فارغه فهمت نمسحوه ويتغطس معني ولا نعملوا له بوليساج مي الشارم هو في النحاس انا توك ولد صنع الشارم عندك في الاحمر والاصفر معني يجبدك كما نقولوا نحنا فهمت مي في الاستعمال الابيض ديما خير فهمت يقعد خير و يقعد وما يعني حتى كي تغسل بالماء والكل ما وما يصير له حتى شيء هو ديجا ريتها الشيشه هي مثلا في الابيض البريد في الابيض معناتها تو دي صالون دو تي والواحد يخدموا كلهم بالبريد ويخدموا بال يجيب لك طبق ومعه بريد هذاك يتغسل لاجور معناه كل يوم يتغسل هذوك مي ليسونسييل تعرف كيفاش تنظف انت مش كيما الماعون تخليه يتسقطر يتنشف بحاجه شيحه يقعد ديما بريون فهمتني خليك الكلمه الاخيره اللي كنت تحب تعطي ميساج والله ان شاء الله نقولوا تريد السعة البلاد ويتنحى علينا المرض هذا وكل شيء فما بوادر باهيه فما ان شاء الله الكروازير جايين كيما نقولوا نحاس هو الحمد لله هو رجع فهمتني زادوا فيه هو محاله ما استغرب شيء حاسيل ماذا بينا اللي نقولوا ان شاء الله اللي جاي خير وان شاء الله كيما نقولوا جي سيزون باهيه ويرجعونا شويه زيريه ويرجعونا شويه توريست يرجعونا الكروازير هذوكم الباتو كا يعطيك الصحه ميرسي عايشك.